طيب السعادة أنا أقول لكم إياها هاي وجهة نظري أنا، إنك لما تعمل شيء وأنت تحبه. أكيد. فتتقن وتكون سعيد وتأثر. فأنا عندي مجموعة من النسخ بنوزعهم لكم إن شاء الله. بمناسبة يوم المرأة العالمي أحب أهني جميع زميلاتي في هيئة الصحة بدبي، سواء كان من مدراء أو نواب المراكز الصحية إلى 14 مركز صحي. نفتخر أن نحن الحريم جزء من هذه الهيئة وجزء من منظومة القطاع الصحي. شكراً.